أحسن الله إليكم. المرسلة لام ألف من القصيم تقول: يحصل بيني وبين زوجي خلاف ويكون السبب منه في أغلب الأحيان، ثم أكون في ذلك اليوم كله عابسة الوجه ولا أريد الكلام معه، وربما تركت عملا من عمل البيت بسبب ضيقة في نفسي، فما حكم ذلك وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهكم بتحمل ما يصدر من الزوج وعدم الغضب، فإن الغضب مذموم، ولا سيما بين الزوجين بعضهم مع بعض، ليتسامح كل منهما عما يصدر من الآخر لأجل المصلحة الزوجية، ولك في ذلك الأجر، من عفا وأصلح فأجره على الله. هذا إذا صح ما ذكرته السائلة من أنه يخطئ في حقها، فالأفضل لها والأحسن أن تصبر وأن تقوم بعملها الواجب عليها من حق زوجها ومن عمل بيتها وتربية أولادها، ولها في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم.